خبرنا الأول خبر مهم. عضو مجلس الشورى دكتور عيسى الغيث يطالب بإزالة المخيمات الموجودة في شمال الرياض والثمامة وحول المطار. ليش؟ يقول لك أنها تلوث بصري، وأن القادم بالطائرة يرى يا حقين الشورى ذولي فاضين، والله العظيم فاضين، يعني طول ما وراك في الطيارة طول الرياض وهي خلي تشوفها تصحر ما فيها شجرة، مخيمات شوهت منظر الرياض يا رجل. يعني انت اذا بيتك مساحت 4000 ومخيمك في وسط بيتك، احنا ما عندنا فلوس تاج استراحة، ما عاد يقطون الشباب زي اول، افلسوا. مخيم اطق لي بيتين شعر ب6000 وماطور اقساط ونجتمع ديزل، ندور ديزل اوفر، حتى اللي يجي يسوي لنا العقم ذا يذلنا اللي ما يجي، عشان نقعد في ذا الشتاء نروق. اتوقع ان في اشياء ثانيه تسبب تلوثك، ما شفت مصنع السمنت وانت جاي من فوق الرياض؟ ولا بس فالحين ذا القهاوي 100 كيلو ذا ضربته العالم من شاور، قلنا اوكي مخيمات الحين صارت تلوث يا رجل. هذه والله العظيم من بعد شفت يوم كانوا يناقشون بيض الحباره وانا غاسل يدي. لكم تاريخ ترى عريق، في اشياء اهم، في اشياء اهم. تلوث بصري الله يزمنا اغبر. ترى وش نسوي، نصبغها وردي الخيام؟ نصبغها بنك من فوق عشان يمرون يشوفون الوان جميله. الفراغ مشكله لما يكون راتبك عالي وتداوم ما ادري كم يوم في الاسبوع وجالس تسمع ان قلت شيء قلت. ليتني عضو مجلس شورى والله، كان اوريكم اقتراحات الصح من وسط الشارع، اجيب لكم اقتراحات.